السلام عليكم. بعد أن كان الإسلام لأكثر من 13 قرنا محركا لحياة المسلمين وإطارا لتصوراتهم وأفعالهم في جميع شؤون حياتهم، صار اليوم وفي قلب العالم الإسلامي محل سؤال عن طبيعة علاقته أي الإسلام بالحياة، ومحل دعوات لفصله عن السياسة ونظام الدولة لصعوبة دمجه بهما كما يقول القائلون بهذه الدعوة. ما المقصود بهذه الدعوات؟ وكيف بدأت ومن أين؟ وكيف يمكن للإسلام أن يعيد صوغ حياة المسلمين في المجتمعات الراهنة بما هي عليه من أحوال؟ وهل بات حقا لازما ضبط العلاقة بين الدين والسياسة؟ وما طبيعة هذا الضبط؟ وأي نتائج تترتب على ذلك؟ مشاهدين الفاضلين، حول هذه الأسئلة تدور حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها. أهلا بكم. هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع الدكتور محمد أنور البيومي، أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم أستاذ جهاد وإخواننا المشاهدين جميعا. الآن ثمة من يطرح قضية جدلية حقيقة في الساحة الإسلامية، قضية المواءمة بين الدين والحياة، وهي قد تكون مستغربة في إطار ما يعرفه المسلمون عن طبيعة علاقتهم بالإسلام. نريد أن نعرف من فضيلتكم مولانا، ما المقصود بهذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، ولو أذنت لي أستاذ جهاد قبل أن أجيب على هذا السؤال الطيب، أود أن أبين ما المقصود بالدين وما المقصود بالحياة، لأن إذا بينا المراد من الدين سيتتضح عندنا أمور كثيرة جدا. الدين هو مجموعة الأصول والقواعد التي أوحى الله عز وجل بها إلى أنبيائه ورسله لتنظيم الحياة والأحياء وضبطها على مراده سبحانه وتعالى كي يداينهم بها في الدنيا والآخرة، ولذلك سمي دين، من المداينة أي المحاسبة. واخد بال حضرتك؟ فهو مجموعة من النظم بلغة العصر يعني القوانين واللوائح التي تنظم الحياة والأحياء، يعني لم تأتي للأموات، إنما جاءت لتنظيم الحياة ومن فيها. فهذا هو سر العلاقة بين الدين وبين الحياة. وأما الحياة فهو الزمن الذي نعيشه والأرض والخلق، الذي الزمن الحياة هو مجموع الزمن والأرض والخلق والأحداث التي نعيشها يوميا ونكتنفها في أيامنا في الليل والنهار واليقظة والمنام والحركة والسكون والسر والعلانية والاعتقادات. الحياة بكل جوانبها وكل تفاصيلها، الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة التعبدية، الحياة الخلقية والخلقية والتعاملية، تعاملات الناس فيما بينها، علاقات الناس فيما بينها، الأسرة والفرد، الأسرة والدولة، الفرد والجماعة، العائلة والطائفة، هذه هي الحياة بكل صورها. مما ذكرت ومما لم أذكره، جاء الإسلام أو جاء الدين، لا أقول الإسلام حتى لا يفهم المشاهد فهما غير دقيق أنني أقصد الرسالة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعني هذا، إنما أعني الدين الذي أنزله الله من السماء منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فما أنزل الله عز وجل دينا من السماء إلا لتنتظم به الحياة وتنضبط به حياة الأحياء فيها، سواء في الأناس الإنسان، الجن، الإنس، الحيوان، النبات. الله أراد أن يقهر الخلق جميعا، وهو القاهر فوق عباده كما قال سبحانه وتعالى. فكيف يقهرهم؟ يقهرهم بشرعه أن ويضبط لهم حياتهم وينظم هذه الحياة وفق مراده هو. فمن شذ عنها فقد نازع الله تعالى أمره ونهيه.
فلذلك الله لا يقبل من أحد أن ينازعه الأمر والنهي. قد يقبل منك أن تعصيه مرة مرتين ثلاثة ويعفو عنك ويسامحك، إنما تنازعه الأمر والنهي والسلطان، هذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى أبدا. فلذلك أرجو أن حضرتك تعيد علي السؤال مرة أخرى بعد هذه المقدمة التي أسسنا عليها الكلام الآتي إن شاء الله. هو السؤال يعني عن الدعوات التي تظهر بين الفينة والأخرى، وحتى من بعض الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي يقولون بأنه هناك صعوبة في دمج الدين بالحياة، ما المقصود بهذه الصعوبة؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ لا، هو لا توجد صعوبة في دمج الدين بالحياة، لأنني قلت إن الدين هو مجموعة النظم التي جاءت يعني تضبط الحياة والأحياء، فكيف تكون صعوبة؟ إلا لا تأتي الصعوبة إلا في حالة واحدة، أن الإنسان ينازع ربه الأمر والنهي، يريد أن يقول لربه تعالى أنت خلقت نعم لكن لا أمر لك عندنا، فنحن الذين نصوغ حياتنا ونصوغ أفكارنا ونصوغ أخلاقنا ونصوغ تعاملاتنا ونصوغ حتى عقائدنا وتعبداتنا وتعاملاتنا، نحن الذين نصوغ هذا. أنت يعني لو صح التعبير كتر خيرك خلقتنا، إنما ما ليس لك عندنا أمر ولا نهي، الأمر والنهي لنا نحن. وهذه في الحقيقة هي التي ذكرتها في أول الأمر، وقلت إن الله تعالى قد يعفو عن الإنسان إذا زنى، إذا سرق، إذا قتل، قد يعفو عنه في إنما تنازع ربك تعالى الأمر والنهي، هذا ما لا يقبله ربنا تعالى أبدا. إن إبليس لما أمره الله تعالى فقال له أسجد لآدم، فرد الأمر على الله وقال لا، لا أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خير منه، خلقتني من، فالله تبارك وتعالى لا يقبل هذا، الله لا يقبل، لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن يرد الأمر عليه، فلذلك طرده ولعنه بل لم يقبل توبته، طرده ولعنه ولم يقبل توبته. فلذلك قد يقبل منك، ولذلك هذا أعظم، هذا يعني هذا سرج التوحيد ومنار التوحيد، الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى. قال جل جلاله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، شوف وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك كما في سنن أبي داود من حديث أبي شريح لما جاء وافدا مع النبي صلى مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لاحظ أن قومه ينادونه يا أبا الحكم، فالنبي انتفض لهذه الكنية وقال له إن الحكم هو الله وله الحكم، فلماذا أنت تكنى أبا الحكم؟ قال يا رسول الله إن قومي كانوا إذا اختلفوا فيما بينهم حكموني فرضوا بحكمي، فقال إن هذا الأمر حسن ولكن ما أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبى هذه الكنية، أبى الحكم، أباها، قال له إن الله هو الحكم وله الحكم، وله الحكم. فلذلك في آيات كثيرة ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. فمن هنا يستحيل أن تعزل الحياة عن الدين إلا في هذه الحالة فقط، أن تنازع ربك تعالى الأمر والنهي. وإذا نوزع الله تبارك وتعالى الأمر والنهي، إذن ما شكل الحياة؟ ما تصور الناس للحياة في هذه الحياة؟ في هذه الحالة يستحيل الحياة إلا إذا كان الإنسان متحولا إلى شيطان رجيم أو حيوان بهيم، أما أن يكون إنسانا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الإنسان لابد له من قواعد ضابطة، ضابطة لأخلاقه، ضابطة لمعتقداته، ضابط، هو يحتاج هذا. يا أخي حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله أصلا، هذا دين، الإلحاد دين. الإنسان حينما يخترع لنفسه لا يمكن أن يعيش بلا دين، لا يمكن أن يعيش بلا معتقد، كون أنه يعتقد أنه لا إله هذا دين، هذه عقيدة، كون أنه يعتقد أنه يريد أن يعيش على هواه هذا دين. أنا جاءني، عفوا في هذا الاستطراد، يعني جاءني سؤال من بعض الملاحدة وقال
يا فلان لماذا حرم الإنسان الجنس؟ لماذا حرم الإنسان الإسلام الجنس؟ فقلت للسائل: يا أخي، الإسلام لم يحرم الجنس. من قال لك إن الإسلام حرم الجنس؟ قال: يعني نفعل ما نشاء. قلت: لا، ضبط الجنس، الإسلام ضبط الجنس. أنت تريد أن تفعل ما تشاء؟ لا، لأن وفق ضوابط الشريعة أنت تقبل يا أخي العهرة لأمك وأختك وبنتك. سكت قليلا ثم قال: نعم، إذا كانت هي تختار هذا. قلت له: أنت منكوس الفطرة، ولكن على كل حال الكافر قبلك رفض هذا. جاء رجل شاب فتي قوي وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا فأنا لا أطيقه، لا أطيق البعد عنه. صبر عليه. إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على قلبه وقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. لبنتك؟ قال: لا. لأختك؟ قال: لا. هذا جاهلي. إن الجاهلية التي يعيشها المرء اليوم أنكس وأركس من الجاهلية التي كانت تعيشها القرون الأولى. فقال: لا. قال: يا أخي، في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، ولا الناس يرضونه لبناتهم، ولا الناس يرضونه لأخواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على قلبه وقال: اللهم أذهب حرارة الشهوة من قلبه. قال الرجل: فلما رفع يده صلى الله عليه وسلم ما وجدت للشهوة حرارة في قلبي قبل ذلك، مثل ذلك. فلهذه الفطرة، هذه فطرة منكوسة. فقلت له: يا فلان، إن الله لم يحرم الجنس، إنما ضبط الجنس كما ضبط سائر تصرفات الخلق. ضبط، لم يبع. لماذا أنت حريص على العهر في 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 أعراض الناس ولست حريصا على العهر في مالك؟ يعني لماذا لا تبيح مالك للخلق وتبيح عرضك للناس؟ ما هذه الفطرة المنكوسة يا أخي؟ مع أن العرض مقدم على المال عند العقلاء، بل عند الحيوانات مقدم. الحيوان القرود إذا زنى رجموه، والغربان يقتلونه، والأسود لماذا عندك العرض مقدم على المال؟ هذه الحياة الشهوانية اللا منطقية واللا معقولة سببها هذا، إن الإنسان يريد أن يحيا حياة معزولة عن الدين والشريعة. فإذا عاش الإنسان حياته معزولة عن الدين والشريعة والقيم والأخلاق التي جاء بها رب العالمين على يد رسله صلوات الله وسلامه عليهم، يكون واحدا من اثنين: إما أن يكون شيطانا رجيما، أو حيوانا بهيما، لا ثالث له. طيب، لكن واقعنا المعاصر دكتور يتسم بسرعة نمط الحياة وانفتاح العالم على بعضه، وهذا جعل كثيرا من المتدينين المستقيمين الذين يقفون عند الأصول يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة، وهذا ما يفسره بعض الإسلاميين من أن دمج الإسلام مع الحياة صار فيه نوع من التنزل بأحكام الإسلام. بمعنى، كثيرا من المحرمات التي قال بها المفتون قبل 5 أو 6 عقود من الزمن صارت مباحات الآن، مثل على سبيل المثال مشاهدة التلفاز، قضايا التمثيل، قضايا الاختلاط، كثيرا من القضايا صارت الآن، يعني عمل المرأة صارت الآن يعني مباحة شرعا بعد أن كانت محرمة. وثمة من يقول بأن هذا محاولة لدمج الدين بالحياة. لا، هو لا نريد، هو الخلط هنا جاء من تصور أخطاء المفتين أنها شريعة، وقصورهم العقلي عن إدراك النصوص وإدراك حقائق الدين. أنا لا علاقة لنا بقصور الأفهام عن النصوص الشرعية، ولا يصح أن نقفز بأقوال الشارحين فنجعلها بجوار أقوال الشارع جل جلاله فتكون دينا للناس. فكون أن الناس مثلا كانوا في القديم يقولون بحرمة بيع التقسيط ثم استباحوه بعد ذلك، كانوا يقولون بحرمة التلفاز، أصبح الآن لا يوجد بيت أو يعني لا لا لا, لا تلفاز فيه، كانوا يقولون بحرمة التمثيل، أصبح الآن كثير من الناس يقولون بحلها. يعني كون أن الناس يعني قابلت المستجدات بصدمة تشبه الصدمة الكهربائية،
هذا قصور في التفكير وقصور في التصور للشريعة وقصور في يعني الإحاطة بالنصوص الشرعية وبمقاصد الدين وبمقاصد الشريعة. هذا قصور كبير لا يلام به الدين، إنما يلام به المفتون، هم الذين يلامون بهذا. أما إن جئت لنا بمسألة في السماء والأرض، في بطون البحار، في قعور الجبال، لها أحكام عندنا في ديننا، لها أحكام، لكن الذي يتعامل مع النصوص ينبغي أن يكون أهلا لهذا التعامل، له من العلم والإدراك والملكات والمواهب. إنما نأتي بأعور وأحول ثم نستنطقه باسم رب العالمين فينطق جهلا وزورا على الله ثم نقول هذا هو الشرع، لا، هذا حرام، هذا ظلم. وهل الدين. في العور والحول عيب في الشريعة دكتور؟ هذا مجاز، لا، مجاز في المتكلم. أنا أعني المتكلم حتى لا يفهم المشاهد خطأ. نعم. لا، أنا أعني المتكلم هو الذي لديه الحول فيفهم النصوص بصورة مقلوبة فيستبيح بها ما حرمه الله أو يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. كلاهما في دين الله جرم. قال ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عندنا مثلا إشاعة علمية يا أخي، إشاعة علمية، كل ما لم يعني أنا أضرب مثل فقط لبيان هذا الحول العلمي الموجود. لو في وقت سريعا، رجل يقف في على القبر ويخطب على القبر ويقول، شوف أين يخطب، على القبر، ويقول إيش؟ الموعظة على القبر بدعة، والدعاء للمقبور بعد الجماعي بدعة، وهذا شوف الجرأة على الله، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن أئمة التابعين ولا عن الأئمة المهديين الذين جاءوا أصحاب المذاهب من بعدهم. فقلت له: ما شاء الله، أنت أحصيت كل هذا ثم جئت لنا قررت بأن هذا غير وارد عن كل هؤلاء الناس؟ فقال: ماذا تقصد؟ قلت له: يا أخي لا تكن كذابا، إذا كنت كذابا فكن ذكورا، يعني هل أحصيت ما جاء عن الخلفاء الراشدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هؤلاء فوجدت أنه لا؟ قال: نعم. قلت له: هل ورد هذا عن أحد منهم؟ قال: لا، لو صح لو. قلت له: يا أخي أنت تفكر برجليك، أنت تجعل العدم دليلا والعدم عدم لا يستدل به. فلذلك وقوله صلى الله عليه وسلم: وسلوا له التثبيت، ما صورته؟ سألوا له التثبيت، ما صورة هذا السؤال؟ هل هي فرادة أم جماعة؟ لماذا أنت فهمت على كونها فرادة؟ هذا لون من ألوان ظلم الشريعة. طيب دكتور، يعني في مسألة علاقة الدين بواقع الحياة، يعني ثمة من العلماء في عصرنا الراهن من المعاصرين من يقول إن الشريعة مطبقة بنحو 90% في حياة المسلمين في جميع شؤونها. يعني كيف يمكن فهم هذا القول مع قول آخر يقول بضرورة دمج الدين بالحياة؟ إذا ما كانت الشريعة مطبقة 90% منها في حياة الناس، كيف يفهم فهم دمج الدين بالحياة أو صعوبة دمجه؟ هل من قال هذا كان مستيقظا؟ الذي قال إن الشريعة مطبقة، أين وجه الاعتراض؟ يعني هل هذا كان أحلام أم يقظة؟ حقيقة بعض العلماء المعاصرين كان مستيقظا، يعني أنا سمعتها أكثر من مرة وقلت له: يا فلان، الشريعة مطبقة. كان يقول الشريعة مطبقة بنسبة 95%، وحديثا قال بعضهم بنسبة 90% مطبقة. فقلت له: يا أخي أنت تحتاج إلى أن تعود إلى الثانوية الأزهرية لتدرس الشريعة من جديد. لماذا وجه الاعتراض دكتور؟ هو يقول مثلا الحج والعمرة والصلوات والصيام، لو قال الشعائر ربما سلمنا له، إنما هذا غير صحيح. حتى الشعائر غير، وحتى في الفرائض وفي كثير من قضايا من فروع الشريعة قال إن مطبقة، يعني يقول هذا الفريق من العلماء إنها مطبقة. طيب، نحن عندنا الشريعة أربعة أقسام. العقائد، أين العقائد؟ هو يزعم أن هبل واللات والعزة ليست منصوبة حول الكعبة ولا حول المساجد ولا في بيوت الناس. هو يتخيل أن هذا هو التوحيد. التوحيد أعلى وأسمى من هذا بكثير. التوحيد ألا يقال لله لا،
نعم. طب هي في مسائل العقيدة يعني، وحتى في مسائل الفقه الناس تسأل العبادات، في العبادات وفي الفرائض، أين الزكاة في العبادات؟ الناس تؤدي زكاة أموالها. هل تستطيع أن تذهب إلى الحج وقت ما تريد كيف ما تريد، إلى العمرة وقت ما تريد كيف ما تريد؟ هل تستطيع؟ المساجد مأسورة في العالم كله، العالم الإسلامي كله مأسورة، نريد أن تتحرر هذه المساجد. كيف يعني دكتور؟ مأسورة، لا يقال فيها كلمة الله، يقال فيها ما يراد. المساجد التي كانت خلية نحل في الليل والنهار، الإمام فيها إمام، إمام يؤم المسلمين في الصلاة ويؤمهم في الجهاد ويؤمهم في الحياة ويؤمهم في كل صور من صور الدين والحياة، هذا هو الإمام كما كان. من الذي يعني هيج المماليك وأهل مصر لحرب التتار؟ إنما هو العز بن عبد السلام. هل يوجد هذا الآن؟ إنما الأئمة والعلماء الآن إما أن يحرفوا الدين ليعيشوا أمينين، وإما أن يسكتوا، وإما أن يدخلوا القبور. فلذلك العبادات، حتى العبادات، أين الشارع؟ أين الشارع الإسلامي في 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 بلادنا؟ من المسؤول عن حجاب المرأة وعن تفسخ الشباب وعن وجود هذه المناكير وتلك المنكرات في الشارع يا أخي، والمواصلات والسينمات والمسارح والإعلانات، كل هذا دين مطبق؟ يعني لو أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد بيننا الآن ومشى في هذه الشوارع في أي مدينة من مدن العالم الإسلامي، هل سيقول إن هؤلاء مسلمون؟ أبدا، لن يصح منه هذا. الله يرضى عنه الزبير بن العوام لما كان يعني أسماء زوجته كانت تخرج للصلاة وكان هو يغار عليها، فيقول لها لو صليت في بيتك لكان أفضل. قالت إن الرسول قال لا تمنع إمام الله مساجد، ولن أمتنع حتى تمنعني. فقال وكيف أمنعك؟ فاختبأ لها خلف جذع نخلة ثم ضربها على كتفها وقالت أوه فسد الزمان، والله لا أخرج، صدق الزبير، فسد الزمان. هذا رجل يحتال لامرأتي حتى لا تخرج إلى المسجد وهي خارجة بكل وقار وبكل يعني لباس، وفي عصر أمنت فيه الفتنة، وفي عصر أمنت فيه الفتنة، في عصر كل ما فيه يصرخ بجلال الله وعظمته، حتى الحجر في الأرض والتراب والرمل وحبات الرمل وذرات الهواء تصرخ بجلال الله وعظمته، ومع ذلك قالت فسد الزمان، سأصلي في البيت كما طالب الزبير. اخرج الآن إلى الشوارع، هل هذا شارع إسلامي؟ يعني هل الذي يسير فيه هؤلاء مسلمون؟ والحاكم هو المسؤول عن الشارع. ولذلك يعني قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، زين بهذا آية الحجاب. إذن اعتراضك على هذا القول، من هنا تنبع نجاعة السؤال ووجاهة السؤال عن ضرورة دمج الدين بالحياة، بمعنى أن الحياة الآن بعيدة عن الإسلام. ولكن ألتمس منك بدقيقة من فضلك قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني كيف يمكن دمج هذه الحياة التي الإسلام غير مطبق فيها كما تفضلت بالدين؟ لابد من تطهيرها. نعم، يطهر أو تطهر أولا، ثم بعد ذلك قال الله تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، وقال ربنا جل جلاله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون. قبل هذا مستحيل. طيب سنبحث بعد ذلك دعاوى فصل السياسة عن الإسلام، هناك المزيد مشاهدين الكرام في هذا الموضوع، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام
ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله مع هذه العودة لمواصلة الحديث في موضوع الدين والحياة مع دكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بكم دكتور. يا مرحبا بكم يا أستاذ جهاد. قد يسأل سائل كيف للإسلام أن يصوغ حياة الناس من جديد في مجتمعاتنا الراهنة، أو بكلمات أخرى يعني كيف يمكن إعادة الإسلام إلى مركز التأثير في حيوات الناس؟ لا، هو نحن لن نأتي بجديد، كان الإسلام كان ولا يزال. الإسلام حكم الأرض أكثر من 1000 سنة، لكنه اليوم لا يؤثر فيهم. صحيح، لغيبة سلطانه لغيبة سلطانه وحارسه. ولهذا الكفار يا أستاذ جهاد يعني عقلوا هذه المسألة، أن هذا الإسلام لا يمكن أن يكون له أثر ولا يمكن أن يكون له وجود من غير سلطانه، فهدموا سلطانه أولا، أسقطوا خلافته وبددوا دولته ومزقوا وحدتها، ثم توحدهم. هذا هو العجيب، ثم توحدهم، ثم بعد وصنعوا لأنفسهم قوانين موحدة أو قوانين موحدة، ثم بعد ذلك مزقونا نحن شر ممزق. وبعد أن حدث هذا لعبوا في عقول المسلمين، في كثير من عقول المسلمين، حول تصوراتهم عن الدين، فرضي المسلمون أن يكون الدين صلة بين العبد وربه فقط في قلبه، أما الحياة والشارع والاقتصاد والسياسة والاجتماعيات هذه لا علاقة لله بها، ومن قال هذا لا شك عندي في كفره، فالله جل جلاله هو القاهر فوق عباده أمرا ونهيا وخلقا، كما قال ربنا جل جلاله: ألا له الخلق والأمر. ليس ده النبي يقول ده ربنا بيقول للنبي: ليس لك من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. فلهذا نقول إن الإسلام إذا أراد أن يصوغ الحياة، لا، هو صاغها قديما في واقعنا الراهن. أيوة، إنما في واقعنا الراهن قلت لابد من، حتى نجلس على هذه الطاولة لابد من تطهيرها إذا كان بها نجاسة. والحياة الآن أصبح لإبليس في كل شبر فيه له فيها نجاسات، فلا بد من تطهير نجاسات إبليس أولا. وهذه حقيقة لا يصح أن يغفل عنها الناس. الجاهلية لن تترك لك قيادة الحياة ولن تسلم لك بصدارة الدنيا، فلا بد أن ترغم على هذا. الجاهلية لا بد أن ترغم على هذا. وإذا أردت أن يصوغ الإسلام حياة الناس، لا بد أن يكون له القرار وله الأمر وله النهي. أما أن نستأذن الجاهلية أن ندخل الإسلام، فلن تقبل ولن ترضى بهذا أبدا، ولن تسمح لك يوما أن يكون الإسلام صدارة. كيف وإبليس موجود يا أخي؟ من ظن وحسب أنهم سيأذنون، إذن إما هو واحد من اثنين، إما أن يقول إن إبليس مات خلاص ولم يعد هناك إبليس ولا شيطان. فالمعركة في الحقيقة ليس بيننا وبين الأناسي، المعركة بيننا في الحق، بيننا وبين إبليس، وكل هؤلاء دميات في يد إبليس يحركهم كيفما يشاء. ولذلك كلما ظهرت حضارة ويعني استخدمها في حرب الله تعالى وحرب المسلمين، وكلما ضعفت جاء أخرى فاستخدمها، يعني يأتي فلان، تأتي الحضارة الفلانية ثم تمضي يستخدمها، ثم تأتي الحضارة الفلانية فيستخدمها ثم تمضي، وهكذا يبدل جنوده ويغيرهم على حسب الواقع الموجود أمامه، لكنه هو الذي يقود المشهد وهو الذي يقود التصور عند هؤلاء جميعا. فلذلك المعركة في الحقيقة بيننا وبينه، وليس بيننا وبين الناس. الناس ما هم إلا أدوات في يده فقط يحركها. فمن ثم الإسلام إذا كان يريد أن يحكم، لابد أن يطهر الأرض أولا، لابد أن يطهر هذه الطاولة حتى نستطيع أن نجلس عليها. يعني وهذا يعني استجماع شروط القوة. أيوة طبعا. ولذلك ربنا قال: ينزع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.
فشوف التعبير بتنزع هذا، ومن ظن أنه يستطيع أن يربي الناس ليجعل منهم رأيا عاما، وفي يوم من الأيام يخرج من بين هؤلاء من يقود الجماهير، هذا واهم. قال الله تعالى في أكثر من آية من آيات ربنا جل جلاله: ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثرهم كافرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلن تكون لك الأكثرية أبدا الواعية، ولن تكون لك الأكثرية المؤمنة، هذا لن يحدث إلا في زمن سيدنا المهدي وسيدنا عيسى. لكن حصل في عهد الخلافة الراشدة؟ لا، ما حصلش أبدا. في المدينة المنورة في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد الصحابة، هذه إنشاء قاعدة، وهذه ليست أكثرية، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أسس دولته في المدينة وهم قلة أيضا، ده ربنا اللي قال هذا. لكن بعد ذلك صاروا أكثرية. ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. لكن بعد ذلك صاروا أكثرية. أيوة، بعد أن إنما نحن لا، المدينة ليست هي الكرة الأرضية، إنما المدينة هي المركز. ثم انظر إلى المدينة وقارن الجزيرة العربية بالكرة الأرضية، ثم قارن عدد المسلمين وعدد قارن هذا، لن تكون لك أكثرية أبدا. وحينما كانت هذا، حينما تحقق هذا السلطان للإسلام، تحقق بشروط، حينما حقق المسلمون شروط القوة وشروط العزة وشروط النصر. نعم. طب عفوا دكتور، يعني هناك محاولات من قبل كثير من العلماء، سواء اجتهدوا سواء أخطأوا أم أصابوا، هذا أمر آخر، محاولات للتوفيق بين الإسلام وبين نمط الحياة المعاصرة، لكن بعض المفكرين وبعض العلماء يعترضون على المحاولين بإدخال الدين في الحياة والسياسة والقرب من السلطة، بأن هناك محاولات، يعني يحصل أحيانا عن قصد أو بدون قصد، نوع من تطويع النصوص لمصلحة السياسة، هل هذا يقود إلى ضرورة فصل الدين عن السياسة في هذه المرحلة؟ هو أنا أريد أن أستدرك على نفسي، لو أزيد لي إكمالا للنقطة الماضية، حتى لا أفهم الناس غلط، حينما أقول ينزع الملك لا أعني التهور، ولا أعني أن نعرض الناس للهلكة ولا للفساد، ولا لا، إنما أعني أن بيان تقرير الحكم الشرعي، ولا أعني تقرير الوسيلة. تقرير الوسيلة هذا يعني أمور تحدده، يعني أمر يحدده ضوابط أخرى وأمور أخرى كثيرة جدا. إنما السؤال اللي حضرتك طرحته الآن وهو إيش؟ عن موضوع فصل الدين عن السياسة، بسبب ما يراه بعض العلماء من أن هناك محاولات لتطويع الدين لمصلحة السياسة من أجل أن يحصل التوافق بينهما. ما هو أكيد، ما دام أن الإسلام مستضعف، لابد أن يكون الأقوى دائما، المنتصر دائما هو اللي بيكتب التاريخ، وهو بيكتب الأحداث، وهو الذي يملي شروطه. ما دام الإسلام هو في خندق المستضعف المأذون له والمسموح له، ستبقى هذه الحال، لن تتغير. لابد أن تكون كلمة الله هي العليا كما أراد ربنا تعالى، ولابد أن تكون كلمته هي القاهرة كما قال ربنا في وصف نفسه. ما معنى أن تكون كلمة الله العليا؟ يعني هي الإمام. يعني مزيد من التفصيل في هذا الأمر. الله تبارك وتعالى، هذا مرتبط بجوهر هذه الحلقة. أيوه، الله تبارك وتعالى قال في وصف كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني سيد، رئيس. كل أفكار الناس وكل فلسفاتهم إذا القرآن حكم عليها، بل كل ما نزل من السماء القرآن حكم عليه. تمام؟ فإذا كانت هذه هي صفة القرآن، وإنه لكتاب عزيز، هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم بلا شك، لا أن يعتقده فقط، بل أن يجعله واقعا ملموسا شاهدا وحاضرا. القرآن يحكم في نفسي الذي أتنفسه، في نومي، في يقظتي، في صلتي بك، في صلتي بي، في صلتي بالخلق جميعا، في صلة الناس بعضهم ببعض. لابد أن يكون القرآن هو هذا واقعه. وأقول ماذا؟ أقول إن الله شرف المسلمين
ففوضهم في تحقيق هذه المنزلات من خلال الاستخلاف، أي من خلال الخلافة. نعم، أقول شرف المسلمين، وإلا فقد كان ربنا جل جلاله قادرا، لأن وكلمة الله هي العليا، هذه مشيئة كونية لا تنزل أبدا. إنما الآن في واقع الناس، هل هي واقع أم غير واقع؟ لا، ليست واقعا. كلمة إبليس إذا صح أن نقول هي العليا الآن، إنما كلمة الله عليا لا تنزل، إلا أن الله رب العالمين سبحانه يعني فوض المسلمين أن يجعلوا هذا العلو واقعا، وإلا لكان قادرا أن يجعل مشيئته الكونية شرعية أيضا، شرعية أيضا. إذن فلا تنزل أبدا، ستظل كلمة الله حاكمة مهيمنة مسيطرة. ولكن الحكمة عند ربنا جل جلاله من هذا ليبلو بعضكم ببعض، كما قال رب ويتخذ منكم شهداء، ويفتن إبليس ويعطيه العلو مرة ومرة ومرة بعد مرة حتى لا يتوب وحتى لا يرجع. وإلا لو يأسه الله عز وجل من إضلال الناس وإفساد حياة الناس والسيطرة على الأمر، ربما كان يفكر في التوبة، إنما الله أراد ألا يتوب فيمد له من العذاب مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. نعم، فليمدد له الرحمن مدا. فإبليس هو النموذج الأعلى في هذه الضلالة، فلذلك يمد الله له من العذاب. يا رجل يسلطه على الأنبياء، يعطيه الفرصة أن يتسلط على النبيين. لماذا؟ لينتفخ أكثر ويتجبر أكثر ويتعالى أكثر، ثم يذبحه رب العالمين ويعطي للنبي القوة القاهرة الدافعة. لكن بعد ذلك يقول أنا تسلطت على فلان من الأنبياء، إيش هؤلاء البشر؟ إذا كنت أتسلط على الصفوة ألا أتسلط على هؤلاء الرعاء؟ فلذلك لا يفكر في التوبة. فمن أجل هذا نقول لا بد أن تكون كلمة الله هي العليا حتى تكون حاكمة. فإنما الإسلام لا يستأذن الجاهلية أبدا، والجاهلية لن تأذن ولن تبيح هذا ولن تفسح لك الطريق حتى تمر. لا، إذا أذنت لك أن تمر بقيودها هي وشروطها هي، تمر كيفما شاءت. حتى إيجاد صورة الإسلام في العالم الكافر موجودة وفق ما أراد هو، بناء المساجد أو بناء المراكز الإسلامية وفق ما أراد، كل ما هو موجود هناك وفق ما أراد، فضلا عن أن الحياة هناك حياة طوفان جارف. المسلم إذا ذهب إلى هناك أو خالطهم يعني تغيرت عقائده وتغيرت تصوراته وتغير فكره. حتى العلماء يا شيخ، العلماء تتغير تصوراتهم عن دينهم بهذه المخالطة. فلذلك يصبح العالم منهم يعني هو متردد متحير. هذه لغة المنتصر في الحقيقة يعني. طب يعني أنت ذكرت تأصيلا حقيقة وتحدثت في مسائل أصولية مؤسسة لتصورات المسلمين وعقائدهم وأفكارهم استنادا من القرآن الكريم. ثمة من يدعو إلى تجديد الخطاب الديني، هل الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني، وبعض الفقهاء والعلماء في وقتنا الراهن يقولون إن 90% من الفقه الإسلامي بحاجة إلى التجديد، هل هذه الدعوات تمس جوهر الأصل الذي تحدثت عنه من قبل؟ نحن لا يعني لابد أن نفرق دائما بين الفقه والشريعة. الشريعة هي نصوص القرآن والسنة، الفقه هي أقوال الناس، وكلاهما له ثلاث دوائر. الدائرة النصوص القطعية الدلالة، هذه فوق الاجتهاد وفوق الأخذ والرد. هذه يعني لو صح هذا التعبير نديلها تعظيم سلام، ثم نخضع لها ونسلم، يعني لا نخضع لها ونسلم إكراها، لا، تسليما لعلم الله وحكمته. فقل أأنتم أعلم أم الله، لا بد أن نحقق هذه الآية، إنما نحاكم رب العالمين. هذا الدائرة الثانية دائرة النصوص الظنية الدلالة، هذه العلماء لهم أن يجتهدوا فيها. نعم، نأخذ فيها ونرد ونجادل، حتى الصحابة نجادلهم في هذا، لا حرج عندنا، إنما نجادل بالعلم والأدب والأدوات. امتلاك الأدوات. أيوة نعم، بالأدوات. فلذلك
ليس نحن ليس عندنا كهنوت، ليس عندنا يعني أئمة معصومين، ليس عندنا أئمة معصومون، إنما عندنا شريعة معصومة، عندنا شريعة معصومة. فالدائرة الثالثة دائرة المسكوت عنه، هذه دوائر يعني انظر إلى دائرة النصوص القطعية والنصوص الظنية ودائرة المسكوت، ستجد دائرة المسكوت هذه واسعة جدا، وهذه من رحمة الله، وهذا من فضل الله ورحمته، واخد بال حضرتك. والأصل فيها كما قال ربنا العفو، ولا يخرج عن هذا العفو أمر إلا بضوابط، يعني يدخل دائرة الحرمة إلا بضوابط. فلذلك نجد أن الإسلام مصلحا لكل زمان ومكان ولكل الخلق أجمعين، ولكل الخلق هو يصلحه. فإذا قلنا إن الفقهاء أخطأوا في مسألة مسألتين 23 يا أخي 30-40 مسألة، لا حرج عندنا أن نغير فيها الحكم، أن نغير عفوا أن نغير فيها الفتوى، لكن شريطة أن لا يكون من أجل تطويع الدين لمصلحة الواقع المعاصر. احنا قلنا عندنا ثلاثة دوائر، هم أو ثلاث دوائر، دائرة النصوص القطعية هذه يعني لا تقبل النقاش، إنما النصوص الظنية والمسكوت عنه هذا يعني الأمر فيه براح، لا لكن لا اتباع للهوى فيها، لا إذا اتبع الناس الهوى فيها أفسدوا وضلوا وأضلوا. إنما نحن في هذه في هاتين الدائرتين نراعي ما يصلح الناس وما يصلح حياة معاشهم ومعادهم، قياسا على مقاصد الشريعة، تحقيقا لمقاصد الشريعة. نعم تحقيقا لمقاصد الشريعة. المقصود الأول قال ربنا جل جلاله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. لابد أن يكون هذا هو الهدف الذي نصب إليه ونذهب إليه ونرنو إليه، أن نحقق هذه العبودية، ثم بعد ذلك مصالح الناس. وصلنا إلى المحور الأخير، ومنه أريد أن أسألك عن إعادة الدين للحياة أو إعادة الحياة إلى الدين وواجب الفرد تجاه ذلك. لكن قبل ذلك لدي سؤال استنتاجي من خلال كلامك، فهمت كما لو أن الآن المسلمون المجتمعات المسلمة تعيش حياة علمانية، هل هذا استنتاجي صحيح؟ حتى هي مش محصلة حياة العلمانية، يعني أقل من ذلك أكيد. بماذا إذن تفسر يعني فورة وهياج كثير من المسلمين عندما يدعو العلمانيون إلى علمنة الحياة في المجتمعات الإسلامية، إذا ما كان المسلمون يعيشون حياة علمانية أو أقل كما تفضلت، لما هذا الهيجان على دعاوى العلمانية؟ هل هناك جهل بالعلمانية أم جهل بحقائق الإسلام أم ماذا؟ لا، هو جهل بحقيقة الصراع بين الجاهلية والإسلام. الجاهلية تأخذ بقى صورة العلمانية، تأخذ صورة الليبرالية، أي صورة، إنما هي في الحقيقة الجاهلية تضيق بالإسلام ولا تقبل أن يزاحمها في الحياة. ولذلك استقرئ القرآن سيقول لك: قل كل الكفار في كل الأرض في كل الزمان قالوا لأنبيائهم: إما أن تتبعوا ملتنا وإما أن تخرجوا من بلادنا، إنما تعيشوا معنا وتعايشوننا هذا مرفوض، على عقائدكم وعباداتكم هذا مرفوض. قال ربنا جل جلاله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فيش خيار ثالث. وهذا يتحقق الآن في فرنسا دكتور محمد، وربما ينسحب على دول أوروبية في المستقبل إذا ما استجمعت الشروط نفسها. هذه سنة كونية، إذا توقفت حيلا لا تتوقف مدى الدهر، يعني واخد بال حضرتك، وإذا توقفت في بقعة من الأرض لا تتوقف في كل البقاع. وانظر ما يحدث للمسلمين المستضعفين في أفريقيا وبلاد الهند والسند لا، يعني هذه سنة كونية من سنة الله. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قرية أو لتعودن في ملتنا. ما فيش خيارات يا أستاذ جهان، إما أن تعبدوا، قال الكفار هكذا للنبي عليه الصلاة والسلام: إما أن تعبدوا ما نعبد أو تخرجوا. فلذلك الجاهلية في كل صورة من صورها
ترفض المعايشة مع الإسلام. الإسلام وحده هو الذي يقبل معايشة الجاهلية بل ويحسن إليها. كفروا بالله ورزقهم يا أخي، هل بعد كفروا بالله وأنكروا حقه في كل شيء وتركهم يعيشون في ملكه؟ أنا لو أنكرت جميلك علي وأنا أعيش في بيتك ستطردني، فما بالك إذا عيشتني في بيتك ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وأنفقت علي وأنا أنكر جميلك ليل نهار. فلذلك الإسلام وحده هو الذي يقبل معايشة الآخرين إن صح التعبير. واخد بال حضرتك؟ يستوعب المخالفين. نعم. لكن تحت ضوابطه وهيمنته بلا شك. هم بأي ضوابط لا يقبلونك. طيب دكتور، هل إعادة الدين إلى الحياة أو إعادة الحياة إلى الدين مسألة للأفراد علاقة بها وواجب يؤدونه تجاهها؟ هو نحن هنا أنا أحييك على هذا السؤال، لو في وقت أفصل. تفضل. طيب أحييك على هذا السؤال، لكن نحن هنا عندنا مشيئتان، مشيئة كونية. المشيئة الكونية أن هذا بيد الله، والمشيئة الشرعية أنك مطالب أن تعمل لهذا، ولا علاقة لك بالمشيئة الكونية. فإنما في الحقيقة إعادة الحياة إلى الدين وإعادة الدين إلى الحياة هذا بقدر الله الغالب سبحانه وتعالى، وبما أننا لا نعلمه نحن مطالبون بأمر الله لنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ستظل هذه السنة الكونية والشرعية هي الحاكمة والضابطة لهذه الحقيقة، بالضبط كما حينما أنا تصيبني علة أذهب إلى الطبيب وأتداوى. فإنزال العلة هذه مشيئة كونية، والتداوي مشيئة شرعية. أخذ الدواء لا يعني الشفاء، فلذلك إنما أنا مطالب بإيش؟ بأن أتداوى. فلذلك الآن إقامة الدين وعودة الحياة إليه هذه مشيئة كونية لكنني لا أعلمها، فلذلك أنا مطالب بقوله تعالى في المشيئة الشرعية أن أقيم الدين. ولذلك قال ربنا لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أنتم صفر، أنتم لا شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. نعم. اللتان أنزلهما الله عز وجل من السماء. وهذا خطاب لأهل الكتابين وخطاب لأهل الإسلام أيضا. نعم. أشكرك، يعني أدركنا الوقت، أشكرك شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، كما أشكركم أنتم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.